إذن إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه عائلات مكلومة، ربما شحال من واحد يتساءل علاش هذه العائلة مكلومة. عائلات اللي مساكن أبناء المغرب العميق بغاو يعتقوا وليداتهم، حاولوا باش يتصلص بهم شي وحدة قالت لهم أنا وسيطة ديال السمسار، غادي يعطيو لولادهم الفلوس غادي يمشيو مساكن باش يقلعوا في البطيرة. تنتمنى كل شيء يضمن مع هاد العائلات ويعتبرها أمك يا أخي، يعتبروا أخوك. جاو اليوم باش يقول لك وليداتنا من اللي ركبوا البطيرة ما بالهمش الأثر. شحال من واحد كانت 40 واحد تقريبا، هنا تنشوفوا ناس من مدينة خنيفرة من نواحي من كفنسور، جاو اليوم باش أن يبلغوا المسؤولين أش واقع. السلام عليكم. هاك أخويا انت الاخ ديالك شنو وقع من النهار الاول؟ قول لي شنو وقع اخويا، علاش عيطوا لنا؟ شنو بغيتي تقول للمسؤولين؟ الاخ ديالي كان اتصل بيا نهار 27 من الشهر، كان اتصل قال لي اتصل بيه و تيتصل بيا، ومن داك النهار تقطع بيا تقطع سيسر، ما بقاش يتصل بيا، ما بقاش يتصل بيا، ما بقاش يتصل. ومن بعد شديت من الناس سميتو من الدراري الخبر، قالوا لي راه مشى حرق مع شي دراري، مع الدراري نيت ولاد. فين كان خوك؟ كان في الداخله عام ونص هذا باش خدام في الداخله. مشى خوك للداخله، كان خدام في الداخله، شويه تقطع الاطر ديالو، اتصلتي بصحابو قال لك راه ركبوا الباطيره. راه ركبوا الباطيره. شنو النهار ركبوا الباطيره؟ نهار 28 في الشهر. 28 في الشهر ركبوا الباطيره. من تما ما بانش الاثر ديالو. ما بانش الاثر ديالو. ودابا تنطلبوا من نعم هضر اخويا. تنطلب من شي واحد اللي كان تيعرف، انا خويا سميتو عزوزي دريس. عزوزي دريس، منين هو عزوزي؟ هو من إيه؟ من مدينة كفنسور. من كفنسور، عندك شي صورة ديالو في التليفون؟ وريها ليا. إذا إخواني الجالية المغربية المقيمة بأرض المهجر، نعتبروهم مواتنا، نعتبروهم خوتنا، ناس مساكن. هذا من الشباب اللي اختفى من نهار ركب الباطيرة. سميت السمية ديالو أخويا؟ عزوزي دريس. عزوزي دريس من نواحي كفنسور، من نهار ركب الباطيره في نواحي الداخله، ياك من تما ما بالوش الاثر. اذا تنتمناو من كل واحد انه يبارطاجي اخي المتتبع الكريم تضامنا مع هاد العائله. سلام لالا. بخير. شنو بغيتي تقولي انت وعلاش عيطتي لنا؟ والله يسمحنا من حق الوالدين. ولدك انت اللي ركب ولدي يا سيدي اللي مشى للداخله، مشى زعما باش يخدم، وصل تمايا تلقى مع ولاد الحومه تما في ديك البلاصه، بغينا نحرقوا بغينا نديروا، اتصلت بهم شي مراه، المهم كيعرفوها بنت خنيفره سميتها حنا حجو. المهم الولد حنا مصطفى كان مع الدراري، ولد خو حجو قال لي تيقول لي ولدي راه معنا حنا، غادي يمشي معنا حنا، غادي معنا حنا امتى امتى؟ هاد السبت امي، هاد السبت الويدات، هاد السبت النهار اللي وقفوا عليهم باش غادي يديوهم. كاين الشاهد اللي قال لي جا عندي قال لي جات حجو بالخمار، عيطت على السيمو من القهوه وعسو ياسين صونت عليه في التليفون داتهم. ولدك سميتو ولدك؟ محمد عو. انت وانت مين؟ محمد عو. محمد عو. داتهم هاد الوسيطة وهي والحراق. داتهم لواحد الدار، المهم تجمعوا تما، صونيت على ولدي قلت ليه فينك؟ اش درتي؟ واش ترجع؟ واش؟ قال لي احنا الوالدة جامعينا فواحد الدار هاد الليلة غادي نمشيو بنهار الحد نهار 27 مع جوج نهار. السيمانه اللي فاتت مع 27 في الشهر اللي فات، الشهر هذا اللي فات 12 نعم دارت الخمسه، كان صوني على ولدي تليفون طافي، كان صوني كان صوني بيت الليل ما نعسش، كان صوني الصباح حتى صوني والو. جات صيفطات المراه اللي دارت سميتو السمساره ديالهم، صيفطات عندي قالت لي ولدك ولادكم راه غاديين في الماء. يا الله دارت ديك الجوج 28 دار ديك الجوج، عاوتاني صونات على خوتها قالت لهم الدراري فاتوا المياه الدوليه. صافي تهنينا الثلاث، تسنينا نهار الثلاث بالنهار، الثلاث بالليل، الاربع في الصباح قالت لنا ولادكم وصلوا، دازوا راه وصلوا، فرحنا قلنا صافي بخير وعلى خير، وصلوا تما كتب لهم رجعوا رجعوا، كتب لهم يجلسوا تما يجلسوا، داكشي اللي قسم لهم الله غادي يكون. نعم دوزنا قلنا ثلاث ايام ديال المخيم غادي يرجعوا يهضروا معنا، دوزنا 15 يوم قلنا الا كانوا في الحبس غادي يرجعوا غادي يردوهم، دوزنا 15 يوم تسنينا، صونينا على ديك المراه قولينا الحراك فينا هو. نهار الاول قالت لنا راه رجع باش يطبر باش يدي تيوجد يدي فايز اخر. نعم مره اخرى قالت لنا راه الحراك اندار الا مشى غادي يشدوه. المره الثالثه قالت لي راه الحراق دا مراتو ودا ولادو ما غاديش يرجع،
كنتسناو خضار ومشات غبر الحراق غبرات هي اللي قالت السمساره غبر كل شيء غبر كل شيء شي خبر على ولادك دابا ولدك والو والو عشقت غير شي واحد هاد الدراري اللي مشاو كاملين شي ميساج شي تليفون يقولك حنا عايشين وغادي نتهناو والو كنطلبوا منكم ومن السلطه ومن سيدنا ومن المكلفين كاع كيتدوزو دابا النهار ولا كندوز النهار في العذاب وبالليل ما كنعش ولدي قدامي ولدي ما عرفتش واش ماتو ولدي ما عرفتو كون غير دفنتو نرتاح كون دفنتو نوكل نصدق ونقول الله يرحمه ربي يقسمها كنطلبو من هاد المرا هادي تقول لينا اشنو وقع لولادنا واش ميتين واش حيين هادشي اللي كان طالب هادشي اللي كان طالب الا كان ولدي ميت غتقولها ليا نقنع اما باش تبقى معلق هاد الليله يبان ولدي الصباح نلقى شي ميساج غديه نلقى تليفون غديه يهضر ولدي حتى نموت ولدي حتى نموت ولدي اخر النهار عيط لك مسكينه اش قال لك ولدي ما كاين التليفون انا الروح ديالي تيقول لي الوالده انت الدم اللي كيجري في عروقي مقدرتش نتفرق معاك الوالده وانا غادي على الله لا رجعت الوالده رجعت ما رجعت وسامحها شي باش تفرق معاك اسم الممن اسم الممن ياسين من ياسين يموت ولا يموت والصريخ يسي يموت والصريخ يسي يدير والصريخ يسي يقرب وراني يا خماسي وقع لي مني لا اله الا الله من ميت عليه ياسين ياسينينو من ميت عليه ياسينينو دي داسيا شهرين يلي ديال ياسين شهرين نعم اسي فغن ميداتي غرضغي وارو تعبيس ورث عليه مني عز قرص الا غير فيه تزرى الا غير فيه يخدم والغريه ما زال غاس انت والغريه ما غير فيه يخدم والغريه ما غير فيه يتشم غاسر كذا انت جلدان إنا مري خاد الدوخ هاد كسخسكو خبوار إنا مري خاد كنتخمنو خاد غير نعرفو ربي منو شمت بقور شمت غير ما يخدمات يخمنو برد غير يعرفو ربي أرغي معفوخ لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي وكيف تدوزي الليل وسام ما كناش ولدي ما كنشوف النعاس الليل كبر اللي تسرح كيف اللي يخدم فقط الدرس اللي تحفخ اللي تحفخ اللي تحيوط شحال يفراخ قال لهم غير ها شوي سير وما خوك الوالده مسكينه كتبكي على مهمه مسكينه خويا ما تيدقاش الناس ما كتشوفش الناس تنشوفوها في ديك الحاله حنايا ما تنعسوش معاها تنبقاو ديما حيت خويا هذاك النهار خرج ما عرفناش منين اشنو وقع لهم كاع كما قالت السيده مينعو ما عرفناش شكون هذا الحراق شكون هذا الحراق شنو انت عندك شي حاجه شنو ما عرفنا حتى شي حاجه على داك نعم تنصب غير في سن فمبينو تنصب غير سنه 200 مونا هي غاسده الناس الدو غير حجو اكثوي هاتيني الا حجو الا تاوي يفرخ غاس داون وين ومي اللي يقيم لي رصا يا ريور زاد يجمع مع بلد غير في السزن سخاود او نروحو بلد يدو ايوا شوي ثنيا تاولا ولا ما غاتي ما غاتي ديدو تاوي الميس نوماس الرين فيد ميس نوماس وريد ديكيس وريد ديكيس غادي 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 حتى الدقيقه نجي الرين فيد نعم هاش نيا خير غالي نجي الرين فيد الرين د من ميتسن صبح حدا مخ مصطفى ورد ديك اني مخصني الفلوس هو راه كاين غير حدانا حنا غير خاصه تجارينو ني خاصي في الطوطه ديما كتعاود انت من 100 سنين ضي سنين الباطيرا يسموه نكر قال لك مشي يقول لي عاود ياسين معلومات عندنا عجبني الحال اني شو لي يعجب الحال عايخب ايوا سميت ولدك اسم الناس ياسين عندك شي صوره ديال ياسين إذا إخواني نحاولوا نديروا يد في يد مع هاد الأم مسكينة اللي قالت لك ياسين قال لها نمشي ياسين الله يسمح لنا من حق الوالدين هذه هي الصورة ديال ياسين تنتمنى من أي مغربي شاف ياسين يقول له راه أمك محروقة عليك راه هذه هي الحالة ديالها أمك ياسين ياسين من خنيف راه ياك منين هو ياسين من خنيف راه ياسين الله يسمعكم خير ياسين الا كنتو ولا شي واحد عافاك عارف شي حاجه على هاد الدراري يحاول يتصل مع هاد الام المكلومه نحاولوا نشوفوا تصويرها مازال غادي نشروا التصاور ديالهم اخواني ونحاولوا نديروا يد في يد الام ديال ياسين الا كان تيشوف فيك ياسين ما غاستيني السيول الا كان تيشوف فيك ما غاستيني ياسين غاستيني غاستيني غاستيني
غمي غتا جو غمي غسلا جو خدمش غخدمني غسلني مني 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 هي كطالب بغات تشوف غير ولدها بيك نعم سكينة تهضر على الكبدة الله يحسن العوان الله يحسن العوان غسلني غسلني ورداك غيامي ام ديرام سواس هي تدو ذاتي ذات تخير الله يحسن العوان الله يحسن العوان مريني خيموت مريني خيدم الله يحسن العوان مريني خيموت مريني خيدم مرة خير خير في الخير لا اله الا الله وكان عيطوا دابا لديك المراه لداك الحراق تتصلوا شنو واقع كان عيطوا التليفون طفات عندنا التليفون الاول كانت كتجاوب كتقول لك انا داك انت انا ما عارفاش بحالي بحالكم فالتالي هذا قطع التليفون طفات التليفون كاع في خطره كتقول لك اللي في جهدكم ديروه قلت لهم اللي في جهدكم ديروه طفات عليهم التليفون صافي نشوفوا ام اخرى السلام عليكم لا لا سميت ولدك حتى انت ولدك حتى انت لك بالباطيره ما بانش سميت ولدك شفيق زهير شفيق زهير فوقاش مشى شفيق فين شتي حتى انت هذا الحراق شفت مع هذا سوراس مزيق حتى هذه فراخ سموني هذه فراخ هذه هذه اللي سمعتي هي عائله وحده وبنتي عائله غاسي شتيتي خلاص العيدة غاسي شتيتي يسي وليت من شاتين اللي خدتو خد حلق يخني غسلا ورتدو دوار وامي ورتدو دوار ورما غفي تزران ديك لي موتا ولياس غاسي وجي لا ميسك كي خفاسي نخدم قص طلا دينو ارطلا جا خمي ينيش صافي وغدتو خمي صافي صافي وغدتو صافي يا سنين 27 كيورسي والخاس ولا لي تتواجه وكل تكوافي صافي عاق خني خلاو عاد ميدا رح قليتني مطوطي لان تدي فلاخات هما يتكين صافي امواشيتني ثلاث عالم مطوطي ايوا صافي لا تعيان الرحم ربي كيجي يدوز عليك النهار كيجي يدوز عليك الليل الله يحفظك وما غايخمي ما غايخ نسال من مي والو ما غاتيقي نسال من مي والو ما غاتيقي لا تعيان خرحنا ربي ربي لا تعيان خرحنا ما غاستيني ديال المسؤولين هاد الوسط على المسؤولين ما ثلاث ميت لي ولدت القاصد من مي القاصد من مي يتترخ القاصد عجوخ خاصك تلقاش من مني وغتخرج الحاجه وتزقاش من مني خاصك تلقى شي يدري سي موت غوص خام قضم سواس وغتجان خد قضم سواس غسل تحف قسل التخ تنقي الله يرحم والدين الله يرحم شحال الفراخ قال لنا غير طلب عايغه ليلا سنان فراختي وثمان سنين وثمان وجيني انت كي انا خذا الانسان انت غير تفرج خذ ربي انت أميخ معنا الرخاص معنا المسؤوليين معنا مني البوبو خامين ويممي إدا مسكين محمد شوية دي ضب الخلوق أييه إدا إنا معنا إدا دي ضب الخلوق إنا معنا إدا الجو نشا أمي كمسفقي ثمالك مسفقي تخدني أمي غير منو بخامي ساعة وغيت بيان الخبر نسكول زكوافلة ويت خبال ويت بيان الخبر نسكول زكوافلة ننتلو يدامن ننتلو يدامن صافي ايوا هذا ما عطى الله اذا اخواني رحمه بهذه الامهات غادي نبارطاجيو هذا الفيديو تنتمنى من السفير صاحب الجلاله بمدريد تنتمناو من الساده القناصله ديال المغرب تنتمنى من الهيئات الدبلوماسيه رحمه بهذه الناس ما عرفوش فين يردوا بالتبرس ناس اللي تيتباكاو وتيتبادلوا التعازي يوميا هكذا وكل شيء تيبكي ولا اثر ولكن تاكدوا بانهم تيعرفوا بعض الخيوط حول هذه المافيا ديال تهريب البشر فتنتمنى من النيابه العامه مشكوره أن تدخل الخط وخاصة أن بلغني في هذه الأثناء أنهم تقدموا بشكاية لدى الضابطة القضائية بخنيفرة مشيتوا اليوم لعند البوليس شكون اللي يشرح لي؟ نعم اشرح لي اخويا انت السلام عليكم شنو انت اخويا لا شنو الصحه شكون اش تيجيك داك اللي مشى؟ انا كنقلب على اخويا الزياني جمال غوت شويه عافاك اربط البافيت وغوت شويه انا كنقلب على اخويا الزياني جمال نعم مشى النهار 27 في الشهر ما عمرو بان ما عرفناش انا واش ركب الفطيره ولا ما ركبش كاع الاختفاء ديالو راه اختفى ما عرفناش شنو وقع ليه واش ركب ولا ما ركبش كاع من داك النهار حاجه ما عرفناش حاجه الفلوس اللي ما نعطيتو هو ما حرك شكون عطينا فلوس هو عنده فلوس وخدام على راسو عنده كلشي ديالو هو ما عطينا حنا والو عندك السويرسو عندي السويرسو حاول عافاك سوري التصويره كما نحاولوا بالبارطاج غير نجبدو هما بعدا مساكن اولا شي واحد عارف عليهم شي حاجه اذا سميتو هو الدري سميت زياني جمال دياني جمال زياني زياني جمال منين حاضر جمال؟ من إهبار من إهبار إقليم خنيفرة كيف نسولو هما؟ جماعة أقلموس هذا شاب حتى هو تغيب الأخ ديالك من نهار قالوا ركب الباطيرة ولا ما شتي والو أنت لا ما شتي والو ما عرفتش ركب الباطيرة عرفت شي حاجة على الحراقة على الحراقة على شي شي معلومة باش تنور حتى الرأي العام شنو؟ هو راه قال لي بأن راه تصوب واحد الحراقة سميتها حجو بنت خنيفرة
ومن داك النهار ما عاودش قال لي شي حاجه اخرى، قال لي راه هي اللي غتدبر لنا وكتعرف هي بنت البلاد وتيقين فيها ومشاو عندها للدار وكلاو عندها حتى الماكله وقلت لهم ندبر عليكم وغنصيفطكم وفي الاخر ما بان والو. ما بانوش كاع. ما بانوش كاع. دابا كي درتو تعرفتو نتوما بيناتكم غير واحد الخبر تيجيب خبر تعرفتو ولادكم كلهم كانوا في ولاد عائله وكان الناس كل واحد تيقول لك راه مشى خويا وكذا وتجمعنا انت. كنتو بقيتو كتجمعوا كل واحد تيقول مشى للدريه هذا مشى نعم راه عائله وحده. دابا الاغلبيه اللي لكم في هذا الباتي راه كلهم غير عائله وحده تقريبا ومعارف بيناتهم النساء. مشاو من الخنيفره غير عائله وكاين واحد عاوتاني ماشي من العائله ولكن كلهم راه معارفين وصحاب وكل شيء ما كاينش زعما مشاو لهيه باش كلهم راه كانوا مجموعين في واحد الدار كانوا كاريين الدار تما وكيتسناو النهار فاش يمشيو. شنو داروا معكم البوليس اليوم؟ تصنتوا لكم عطيتوهم معلومات؟ تصنتوا لينا الله يجازيهم بخير هما غادي يبحثوا هما غادي يديروا القانون يديروا القانون ديالهم وربي غادي يكمل صافي من عنده حنا كنتسناو رحمة سيدي ربي والسلطة وجلالة الملك يوقفوا معنا ويشوفوا من حالتنا. دابا مازال شي عائلات اخرين راه تالفين لهم ولادهم عاوتاني اتصلوا بيا البارح شي وحدي كاينين في بني ملال كاينين تواصلنا معاهم في الفيسبوك وداك الشيء راه تيقلبوا حتى هما على ولادهم مشاو ليهم نهار 28 شهر 12. خويا انت عافاك شي واحد في الدراري اللي بغى يقول شي حاجه غير تفضل اخويا ما ننساش شنو عاودت انت اخوك انت منين اخويا؟ علاش مراد انا من خنيفره انت ولد خنيفره ولد خنيفره شنو وقع اخويا انت اخوك؟ الاخ ديالي راه عام ونص هذه ما عاودش جا لهنا للدار كاع راه كاري دار تمايا ومشاو عنده الدراري ديال هاد الناس هادو للدار كان هو كاري تمايا ومستقر تمايا خدام على راسو نهار 28 في الشهر مع تنصونيو عليه التليفون ديالو مطفي التليفون ديالو ما عاودش شعل كاع الاخ ديالي دابا حنا تنقلبوا على الاخ ديالي تنطالبوا من سيدنا ومن السلطات ومن شوفوا لنا شدوا لنا حقنا من هاد الناس هادو من هاد كي داير الحاله ديال الوالده مسكينه الحاله ديال الوالده لا يرثى لها ما فيها ما يتشاف كاع الوالده يوميا تطيح والده يوميا طايحه في الدار تيجمع الدار مرونه عباد الله داخله خارجه الاشاعات قتلونا بالاخبار ديال الاشاعات اي البنادم تيجيب لك فيديو ما عندوش الاساس كاع ما عندوش الاساس تيقول لك هما الدراري ديالكم راه وصلوا فاش مشيت تنجريو عنده في 12 ديال الليل تنجريو عند السيد لا تجي تيقول لك راه الدراري ديالكم راه وصلوا راه عندي الفيديوهات تنمشيو عنده تنلقاو الفيديوهات ما عندهمش الاساس كاع دابا الدعايه روناتكم كاع الدعايه روناتنا الاشاعات تيطلقوا الاشاعات تيرونوا عباد الله تينوضوا عباد الله تيطيحوا وينوضوا شي في السبيطار شي في كل فين تيتلاع شنو بغيت تقول للمسؤولين اخويا؟ طالبوا اخويا حميد من المسؤولين ومن سيدنا ومن يدخل في هذا الشيء هذا يشوفوا الدراري ديالنا فين الا كانوا ميتين بغيناهم ميتين بغيناهم عايشين كانوا حتى ميتين نعرفوا الدراري هادو ميتين نجيبوهم ندفنوهم كتصرف كتعرف انت الحراق ولا الحراقه او لا السماط كتعرف شي حاله في هذا الشيء ولا انت فاش كان خدام خوك؟ خويا كان خدام في وزين ديال الحوت في الداخله تجمع الفلوس مسكين ديالو عنده رزقه وشي خدام على راسو شي عام ونص هو تما ما شفناش حنا كاع عام ونص حتى سمعتو راه ضايع حرق راه مشى صافي راه تقطع عندك شي التصويره ديالو؟ حاول حاول خويا نصور التصويره ديالو كاين هاد التصويره ديالو هاد الاخ ديالي على شنو مراد سميتو هو؟ هو مراد اعلاتون مراد اعلاتون تين حاضر اعلاتون اعلاتون هو ولد خنيفره هو ولد خنيفره اش من حي؟ اساكا حي اساكا فوقاش ركب في الباطيرة هو خويا ما عرفتش واش ركب في الباطيرة ولا ما ركبش ولا تنصب عليه ولا تقتل تما ولا ما نقدرش نقول لك شي حاجة في هادشي خويا ما عرفتش واش لا ركب لا ما ركبش إذا نتمنى وشكون شكون في الدراري ما داوش التصويرة أنت أختي أنت إذا إخواني من بعد ما هذا تتواجدوا في اقليم خنيفره واحد الاقليم اللي ما فيهش ولا ظروف الشغل ولا معمل واحد دائما نحمل المسؤوليه لهذوك المنتخبين وهذا البرلمان ومن ينوب عن الشباب في غياب ظروف الشغل كنشوفوا بان مجموعه اتفقوا باش يركبوا واحد الباتيرا حتى شي واحد ما تيهرب من دار العفس ركبوا باش يسولوا الوضعيه ديال العائلات اللي غالبها الزمان عائلات اللي غير التصاريح تاع هاد الامهات ربما خير دليل انساني غادي يحاول يحرك العاطفه ديال كل مسؤول في هاد البلاد هادي تنحملوكم مسؤولية لأنها أولادنا ولاو تيهزوا قوارب الموت ولاو أطعمة ديال الحوت هذه الحقيقة نشوفوا هاد الخوت شنو تقول المهم أنا كنهضر بغيت نوب على هاد الدراري كاملين نعم. لحقاش السيدة اللي كانت ضامناهم راه كان شادهم عندها في الدار كانوا كاين كلشي أختي دابا راه كلشي غادي يجيبها الدليل اللي كان معاهم حاضر معاهم فطر معاهم نعم الصباح جات حجو ولد خوها دا وخويا بالطوموبيل عسيمو
قالوا ليه نوض يلاه راه نوبتك وصلت. نعم. صافي ركب معاهم مشى. المهم السيده كانت جا معاهم عندها في الدار جو. نعم. حنا هي ولد خوها مصطفى حنا عند من كانوا في الدار، ما كانوا كاريين في الاول، ولكن فاش لقاو السيده اللي غادي توقف معاهم داتهم عندها الدار كتوكلهم. نهار الجمعه دارت لهم الطعام، تجيب لهم يوميا الماكله. المهم حنايا كنطالبوا بهاد السيده هادي تورينا الدراري ديالنا كاملين فينا هما، واش حيين واش ميتين. هي راه قلبات دابا النمره بثلاثها بلوكات، كلشي بلوكاتو، يعني راه في راسها شي حاجه. واش هي كانت تسلم الفلوس من شي واحد ولا كانت وسيط غير بالهضره؟ كيفاش هي؟ المهم حنا ما عرفناش باش ما نقولش شي حاجه اللي ما كايناش. المهم هي كتعرف الحراك، هي عارفه الحراك شكون هو. نعم. المرة كتقول لنا راه الحراك وصلهم ورجع، المرة كتقول لنا راه الحراك تيوجد في الفياج اخر، المرة الاخرى قالت لنا راه الحراك راه دا مرتو ولادو ومشى، وهذا الشيء كامل غير كذوب. كاين الدري اللي كان معاهم قال لك راه الحراك وصلهم ما عاودش رجع، ما بانش الحراك براسو كاع. من اللي قلع بهم حتى هما. لا ما عاودش رجع. ما عرفتش كي داير دابا الحال هاد الوالده مسكينه. ايوا حالتها حاله، راه كاملين صراحه كنعانيو، ولكن اش غنديرو؟ حنا دابا بغينا نعرفو غير ولادنا واش حيين ولا ميتين. صافي ما بغينا حتى شي حاجه اخرى. الفلوس مسامحين ليها في الفلوس، غير هاد المراه هادي تبان تقول لنا الدراري هادو اشنو دارت فيهم، واش حرقتهم، واش سادين عليهم شي بلاصه. المهم الخبر ديالهم ما كاينش من نهار الحد مع الخمسه د العشيه اللي تقطع التليفون بيننا وبينهم. قدمتوا بواحد الشكايه للوكيل الملك دخني فراشنو الاجراءات اللي دارت لحد الساعه؟ ايوا يلاه اليوم، يلاه اليوم قدمنا شكايه مازال. المهم راه المخزن ان شاء الله يكون معنا. مشيتوا عند البوليس؟ مشاو عند البوليس. سنطوليهم داروا لهم محاضر. سنطوليهم وداروا محاضر، وقفوا معاهم، غادي يوقفوا معاهم ان شاء الله تنشوفوا شنو كاين. هذه هي الكلمه اللي بغيت تقولوا؟ هذه هي الكلمه. وكاين الشاهد اللي غادي يوقف معنا اللي كان مع الدراري، كاين الشاهد اللي كان وسط من الدراري. الحراك جا قال لهم على سلامتكم راه صحابكم وصلوا. كيتصلوا الدراري بينا لهنايا كنقول لهم اودي راه الدراري راه ما وصلوش، راه الدراري ما كاينش خبارهم. ركبوا الدراري تا هما في الباطيره الفوج الثالث، كاين ثلاثه الافواج اللي داروا. الفوج الاول وصلوا، الفوج الثاني هو فاش كاينين الدراري ديالنا انقطعت الاخبار، الفوج الثالث هما فاش كاينين نيت الدراري راه غير ولاد الحومه. ركبوا وصلوا النص ديال الطريق، خسرات بهم الباطيره، ردوهم رجعوا بحالاتهم الخنيفره. والدراري ديال هذا الجروب 40 واحد تقريبا ما بانش، ما بان حتى شي واحد. كاينين ولاد بني ملال معاهم، راه كنتصلوا بهم. كاينين ولاد بني ملال، كاينين معاهم جوج بنات، بنت عندها 28 سنه والبنت اخرى ما عرفتش شحال في العمر ديالها، حتى هما ما باينينش. وهي كتدخل عندهم بالخمار وتدخل بالخمار. خويا نهضر هضر بينوا المسؤولين، راه كلشي غادي يشوف هذا الفيديو. قال لنا السيد اللي الولد اللي جا اللي كان معاهم قال لك راه حنا كتدخل عندنا السيده بالخمار، هاد حجو هادي كتدخل عليهم بالخمار وتخرج بالخمار. قال لك تيدخلوا بحال الشكل ديال المافيا، ما كنعرفوهمش في وجوههم، ما كيبينوش حتى وجوههم، ولكن حجو معروفه عند واحد فيهم عارفينها. غير واخا كتدخل هي بالخمار، المهم الدراري راهم عارفينها. هي دابا ما باغاهاش تبان للناس الاخرين اللي ما عارفينهاش. ملي عرفها راه وصرحتوا هادشي للبوليس؟ هادشي كله هو قالوه للبوليس، والبوليس الحمد لله تصنتوا ليهم وقالوا لهم غادي نوقفوا معاكم ان شاء الله تنشوفوا هادشي هذا. حنا دابا تنطالبوا بحجو الا كتفرج في هاد الفيديو هذا، تنطالبوا بها تقول لنا ولادنا فين داتهم. الدراري كاملين عندنا بحال 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 ياسين، بحال عمو محمد، بحال علاتون، بحال زو زهير شفيق، كاملين كنحسبهم بحال خوتي. كنطالبوا بهاد الحجو هادي الله يعطيك الستر، الا كتصنطي لينا ورينا الدراري فين درتيهم. الا ماتوا قولي هالمواتو نتا هما باش يرتاحوا، الا كانوا مازالين حيين وسادين عليهم شي بلاصه ولا عرفتوا فين كاينين، حنايا غير قولوا لنا شنو كاين، حنا الفلوس ما كنطالبوكمش بالفلوس. هادشي باش كنطالبوا، بغينا نعرفوا خوتنا فين هما. نعم. عطيتك الام اخر كلمه، ما غاستيني في المسؤولين، ما غاستيني في ميدان معاون من ميت ود من ممي ايدن كنين ايقن اين غفي تنوبنين اين غفي اين خطاش اخر رح نسين اين ايان قمون ببوخا من وين التلخزيق يون تسيدي ربي ود من ممي اتعجوخ اتعجوخ اسيسي موت اتعجوخ اسيسي الدل مشي موت اتعجوخ اسيسي الدل اتعجوخ الله يرحم والدين الله يرحم والدين. واخا خويا اخر كلمة حتى انت يلا كل واحد دراري عافاكم باش اخر انا كنت من المسؤولين وجهة الملك يوقفوا معنا في هذه المحنة هذه ويشوفوا لنا الدراري ديالنا، بغينا نعرفوا ديالنا واش عايشين ولا ميتين، هادشي اللي باغي نطلبوا المسؤولين وشكرا. انت كتقول بان امك قالت لك كتعرف الحراقه والوسيطه. لا انا قلت لك خويا قال لي كنعرف الحراقه، والحراقه هي جدات الفلوس، هاد حجو هي جدات الفلوس ديال الدراري. انت كتقول بان خوك قال لك هاد حجو عطاها الفلوس اللي ديها هي. هي الضمينات قالت لهم انا غنضمن لكم الفلوس ديالكم حتى توصلوا. نعم. قالت لهم غادي نضمن لكم الفلوس ديالكم حتى توصلوا تماك.
فين الوالده انت؟ الوالده راه كاينه في العروب يا ما كاينه الحاله ديالها الحاله ديالها لا يرثى لها طايحه الارض ما كنوضش كاع هي ما كتعرف لا المخزن لا ما فيه تمشي لا شي حاجه هو اللي تينوب عليها هو تيصرف عليها هو كلشي ديالها دابا هي راه طايحه الارض ما كتنوض ما كتوقف يعني اخواني تنتمناو تعاونوهم بالبارطاج باش توصل الرساله انا هلو ميتين خلي راه كاين خاني يطلع خد من مي اي راه خد من مي اي راه خد دوخ شاضرين وجايين غواجو حجو ذمونا نصبني خفيف راه خنيخ وينتين سخداع في الشهر طعام وربي اي ترخى ديك السنيه مزرحه نعم صافي مني صغوسي مني رغاي مي يزرقي غاسر كي ديال الدار قاش غاسل غاسل واو شي حداه في الموصل اللي تتفكري كتقولي غادي يجي واساديك شمواس انسى نسي بالطان الله يحسن العبان بالطاني في الغسل كرشي الحاجة ايوا قاس قاس بس الهي الله محمد رسول الله انا كنقلب على ولدي على محمد عو الا كان تيشوفني ولا كان شي حد عارف عليه شي حاجه يخبرنا يخرب تنطلب منكم ومن المسؤولين من جلاله الملك يوقفوا معنا يعاونونا نشوفوا ولادنا واش ميتين واش حيين هادشي اللي كان طالبوا هادشي اللي بغينا هادشي اللي بغينا ولادنا حرقونا ولادنا شفونا ولادنا كنشوف الهوندا جايه ونقول راه جاي ونشوف الطاكسي ونقول راه رجع ونشوف هاد المراه هادي كان طالبوا منها حاجه وحده راه عارفه الحراك عارفه مع المصارفه تخبرنا تقول لنا اشنو كاين تقول لنا ولادكم ماتوا ما غاديش نغضبوا راه حكم الله تقول لنا ولادكم راه في السبيطار ما غاديش نتقلقوا امر الله كان سد عليهم شي حد خصهم يبانوا خصها تقول الحقيقه خصها تقول الحقيقه ما تخزنهاش هادشي ما شنو النصيحه بغيتي تقولي للشباب هما تيكلشي تيبغي يغامر بحياته ما تيشوفوش الاحساس ديالكم هكا كتحرقوا الشباب الله يرضي عليهم ويسهل عليهم ويعاونهم هما كيشوفوا اشنو واقع اللي لقى ما يقدمش راسو للعافيه وما يقدمش راسو للمافيا وما يقدمش راسو للماء وما يقدمش راسو للبحر غادي يعيش بنادم باش ما قسم الله ولدي ما عولش على هذه ولدي يكون عارف بلاتي نشوف بلاتي انا ديا نادا قالت لك راه حاطو واحد السيد البارح في الفيس عو سي محمد ناديه زيدي في لي كومونتير عافاك اختي شرحي سير نعم هادي غير كذبه ولدي اللي حطو شي واحد ما نعرف واش بقيت فيه شافني في الحاله اللي انا فيها كيصوني تيدير بحال لا هو ولدي يهضروا معاه هضرات مع عروستي قالت لي شكون انت قال لي انا السيمو قولي للوالده تيضحكوا عليكم الناس يصوني انا ولدك انا ولدك حشومه واش الواحد اخواني من العيب والعار ان ام مسكينه كتقلب على ولدها واحد يجلس حتى الليل ويصوني وبدا يقول لها انا راه ولدك وبدا يلعبها على العواطف ديالها حشومه عيب وعار عيب ما نعسش البارح ما شفتوش لعب لي على العواطف نقصت بالفرحه فرحت قلت ولدي عايش قال لك انا ولدك انا السيمو انا عايشه الوالده انا عايش ولكن راني في واحد البلاصه ما عرفتش شنو فين انا ما عارفش فين انا وماشي هو غير تيضحك عليا غير تيضحك عليا انا ماشي انا السيمو لا وانا في الباطو انا مخزون انا في الغابه انا هذه بقينا معاه قول لنا شي اماره بقى كيقول لنا شي امارات ماشي هما هذو غير تيضحكوا عليك تيضحك علينا الى بغيت اخير قال لك صيفط لنا التعبئه في الاخر قال لك صيفط لي التعبئه ديال 50 درهم باش نشوفوا هذا الفيلم اذا اخواني من بعد ما هاد الناس مساكنون تخيل انك انت تلفتي لمك تكون حالتها غيطيحوا عاوتاني نصاب اخرين وبدا يتصلوا بهاد العائلات في الارقام التليفون ديالهم ويوهموهم بان راه ولادهم حداهم والغايه من مور هاد الشيء باش يتصيفط له التعبئه حشومه نشوفوا هاد الاخت تقربنا لهاد الواقع البارح شي واحد الدراري هز الكونت ديال خويا في فيسبوك ودخل به قال لك السلام انا سيمو راني عايش ياسين الله يرحمه وياسين كاين غير حدانا ما عرفنا واش نفرحوا لخونا اللي حي ولا نفرحوا لولد الجيران اللي ميت صافي تلفنا بقينا كنهضروا مع هاد السيد هذا كنسولو على شي معلومه ديال الدار تيقول لك راني مضروب في راسي راه ما عاقل على والو في الاخير قالك صيفطوا لي التعبئه باش نعيط يعني راه غير كيتفلاو الدراري الله يعطيكم الستر اللي عارف شي حاجه يفيدنا بها اللي ما عارفش بلا ما بقى يعذبوا في هاد الامهات مساكن البارح راه شي تيبكي شي فرحان ما تلفنا ما عرفنا شنو نديرو
يلاه يودعيه وكذا صافي. اذا اخواني ما عليكم الا البارطاج رحمه بهذه العائلات، ربما بالبارطاج ديالك غادي توصل لشي واحد اللي عنده علاقه او لشي مسؤول عنده ضمير، لان شنو الاغلبيه ربما الضمير نعسه ديال الحقيقه. وكنشوفوا في غياب تام ديال الحماره كل واحد اجنبي تلف هنا في المغرب غتنود الروينة. 40 واحد تلفات امهات تيبكي وانها ساكنه المغرب العميق. غادي ندعيو ان شاء الله الله يفوجها عليكم، الله يعطيكم شي خبر، شي خبر اللي غادي يفرحكم. راه انني غيبان على امي غيومي، راه مسكينه الله يحسن. انا حاس بهذ المراه مسكينه بدات تقول لك غاز. نعم غاديه في الطريق وكنهضر مع راسي حتى نديرو تنقول يا ربي يا ربي يا ربي في دني غيتني 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 بغيت اللي كان. غاديه في الكوزينه كنهضر ولدي الكبير كيقول لي ما تبقايش تبكي، غادي تمرضيني غادي تعصبيني غادي طيحي ليا، كي غادي ندير لك؟ مشيت للكوزينه خزنا كنبكي، طلعت للسطح كنبكي، غادي بزنقه كنبكي، كنقول ولدي 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 ما عرفتش عليها خبر، ما عرفتش ميت، ما عرفتش حي، ما عرفتش عايش، ما عرفتش واكل، ما عرفتش شرب، ما عرفتش مفرش، ما عرفتش نعس، ما عرفتش نسد على شي حد. الله يفاجئها عليهم حتى هما مسكين. الله يفاجئها عليكم حتى انتم بشي خبر مزيان تنتمناهم الله. الله يحسن عوانكم، راه داكشي اللي في القلب ما قدرتوش حتى تقولوا. الله يحسن العوان، هذه الحقيقة. ما عرفتش ولادكم واش ماتوا. ما بقيتش نسقى، ما بقيتش نخدم، ما بقيتش ناكل. نعم اللي عايش معاه في الدار مزوج بواحد يقدر. الله يحسن. فإخواني رحمة بهاد الأم، رحمة بهاد الأم، كلشي غادي يبارطاجيها كما تبان. تنتمناو من النيابة العامة والحمد لله عطات الأوامر ديالها للضابطة القضائية بخنيفرة تعميق البحث حول هاد الواقعة، بل فاجعة، فاجعة اللي فجعت أمهات إنها ساكنة المغرب العميق. تنحملوا المسؤولية لهذا الحراق وحتى لهاد السيدة أنها تقدم راسها في أقرب وقت للقضاء باش أن الواحد يحاول يسرع إنقاذ ما يمكن إنقاذه. لحد الساعة ما بانت لا جثة لا والو، لأنه وليتو تنجيو تبعين دابا الفيسبوك الداخلة كما أنا عارف. ولينا تنتبعين شي حوايج ما كناش كنعرفو، الناس متبعين دوك الجزور ما كاينة حتى شي حاجة والو. خد ديالنا ما كاينينش دوك الجزور كاع، راه السيد راه الناس راه قلبات تما ما كاينه حتى شي حاجه. شنو تيجيك انت اش تكتبكي؟ شنو تيجيك خويا؟ اخر مره شتيه مسكين فوقاش؟ شي عام ونص ما شتيهش خدام. قالك نمشي عمرو يهضر معاك، باغي يمشي مسكين. لا انا كنت تيهضر معاه ديما في الفيسبوك حتى تقطعت الاخر ديالو 28/12/2020 مشى صافي. الام ديالك كي دايره مسكين؟ لا لا خويا ماشي ولد خويا ماشي. امو كي دايره مسكين؟ لا ما الله يوريك حالتها. فين في كاينه مسكين؟ شلوح في العروبيه وي كتبكي والو مسكين. لا كيبكيو مسكين، كنبكيو كاملين ماشي غير على ماشي غير على ولدنا، كنبكيو على الدراري كاملين. 40 عائلة. حنا عائلة اغلبية راه العائلة تفجعت دابا عائلة هادي وبقات تجمع في وسط منكم تجمع الناس. غير الدراري كيتعرفوا بيناتهم في الخدمة وكيتجمعوا يمشيو للخدمة متفاهمين بيناتهم. هما متفاهمين بيناتهم زعما ما كاين ماشي دراري ديال الصداع ولا لا. يعطيكم شي خبر اللي غادي يفرحكم. تنتمنى من السيد القنصل العام بالميريا او السيد سفير صاحب الجلاله انهم يحاولوا مع المصالح الاجتماعيه تيقن غمناد الناس واش مازال حيين واش ماتوا. راه الام تقول كون غير مات راه غادي ندفنوا بدا نبكي، ولكن مسكينه فين ما سمعت دابا محمد غادي تحرك بنتها. كان معكم اخوكم حامد العقاوي في وسط هذه العائله اللي مفجعه، فحسبي الله ونعم الوكيل.